السلام عليكم البنات، جيت نشارك معكم واحد الموس اللي كيحيد الزغب. صراحه داك اللي كان عندي كنت سولتوني عليه بزاف بزاف بزاف، وقلت لكم بلي خديته عند الشينوا من هذاك النوع. صافي بيت نقول لا عفوا، ما خديتوش عند الشينوا، هذاك اللي كنت وريته لكم هذاك خديته عند تي دي اي. فاش خديته، ولكن فاش دائما كنمشي عند تي دي اي كيكونوا فيه 3 باورو، كنمشي عندهم ما كنلقاش، ما بقاوش كيجيبوه. داكشي علاه من بعد الناس اللي مشاو قلبوا عليه وما لقاوش، قالوا لي حسنا راه ما لقيناش. عاوتاني انا براسي ما لقيتوش، عاوتاني مشيت انايا وخديت واحد من عند الشينوا. هذاك اللي خديت من عند الشينوا هو على هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا هاد السنينات ديالو دايرين بحال هكا. هذا هو اللي جيت بغيت نوري لكم، بغيت نقول لكم اللي السنينات ديالو دايرين بحال هكا. انا بالنسبه ليا ما كينوضش الزغب في الوجه بزاف، يعني ماشي بحال داك الرازي اللي كنحيدو به حنا الرجلين وداك الشيء. كما كتشوفوا هما السنينات ديالو مدرجين دايرين بحال هكا، والثمن ديالو خديته من عند الشينوي ب 75 سنتيم. الناس اللي ساكنين في ايلي خيدو غيقولوا لي اش من شينوا عند من خديتيه. ها هو السميه ديالو كوتشيو دي سيخاس، كما كتشوفوا ديال الحجبان، الموس ديال الحجبان وديال الوجه. الناس اللي غيقولوا لي غيقولوا لي راه اش من شينوا عند من خديتي، كما كتشوفوا الاسنان ديالو ها هما. بغيت نقول لكم دوك الشينوا اللي كانوا تحلو جداد راه كاينين حدا الدية ديال ايلي خيدو، ولكن جايين شي شويه الفوق حدا ديك اش نقول لكم قد جات قدامو، ماشي قدامو ولكن جات حدا داك البانكو سانتاندير. المهم هاد الجهه الديه كاينه شي شويه لتحت، وهو كاين شويه الفوق. راه باين البازار ديالهم راه كبير بزاف. هما ماشي بازار، هما كيبيعوا اسمحوا لي، هما كيبيعوا الملابس، الحوايج، كيبيعوا الحوايج الصباب. صراحه الحوايج ديال المحجبات كيبيعوهم زوينين. شي نهار نصور لكم عندهم، ولكن فت صورت لكم عندهم. مثلا الكساوي الطوال كيبيعوا الكساوي الطوال وداكشي. المهم انا غير بغيت نقول لكم وصافي، ما غاديش نهضر لكم على التفاصيل، انا غير بغيت نوري لكم هذا ونقول لكم البنات باللي راه 75 سنتيم باش خديته وزوين. هذا كنت خديت هذا فهاد الشكل، هذا اللي داير بحال هكا مدرج، وصراحه ما بقيتش عاود تلقيته. هذا اللي مدرج حسن من داك اللي نيشان. هذاك اللي نيشان بعض المرات الا ما كنتي كتعرفي ليه كيجرح لك وجهك، كيقمش لك وجهك. من الاحسن تاخذوا هذا، وهذا ما كيكثرش الزغب. هذا اللي مدرج بحال هكا البنات راه ما كيكثرش الزغب، ماشي بحال الموس. الموس راه كيكثر. المهم انا هذا سنين هادي وانا كنحيد به، صراحه ما عمرو حيد ليا زعما، ما عمرو زعما نبت ليا الزغب بزاف في شعري ولا شي حاجه. كيدير ب 75 سنتيم كما كتشوفوا البنات. المهم هذا هو اللي بغيت نشارك معكم، بغيت نقول لكم بلي هذا انا هذا كنحيد به كامل الزغب ديال وجهي. الناس اللي عندهم الوجه ديالهم حساس كينوض فيه الحب، الحب الا داروا الكريمه اللي كتحيد الزغب، والحبوب الا داروا ديكولورانتي، انا هادشي كيطرى ليا، والحبوب الا داروا حلوه، والحبوب الا داروا الخيط نصحهم يديروا هذا. انا كينوض ليا الحبوب من بعد ما درت الخيط، جربته دار ليا الحبوب. بعد ما كندير السيره كيدير ليا شي حبوب خطير. من بعد ثاني منين كندير الكريمه، كريمه حتى هي لاحظت من بعد كيدير ليا الحبوب في وجهي رقيق، وكريمه ديكولورانتي حتى هي كدير ليا الحبوب. منين جربت هذا الحمد لله ما عمر زعما دار ليا الحبوب في وجهي، كنلقى فيه راحتي وبالزربه. ومنين كديريه ما خاصكيش يكون دايره الكريمه لا لوجهك، ووجهك خصو يكون ناشف. منين يكون ناشف كيحيد لك كاع هذوك الجلد الميت اللي في البشره ديالك. ومنين البنات كديري الفوندو تاع الماكياج عرفتي راه وجهك كيبان كيبرق. الا كنتو كتشوفوا انا وجهي دائما كيبان داخل فيه الفوندو تاع، وكتسولوني كتقول لي اش من فوندو تاع، انا راه ماشي الماركه، راه ماشي الماركه، راه انا جرب جميع الماركات، درت حتى الفوندو تاع ديال اورو درتو. راه خاصكم تحيدوا الزغب في وجهكم وديروا ماسكات بزاف البنات. دابا نيت راه انا منين غادي نسالي غادي جبتو البارح باش نحيد به الزغب، اليوم منين غنسالي غنحيد به الزغب. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي الطريقه بحالاش كتحيدي الزغب، راه فتدرت لكم واحد الفيديو راه كاين في القناه بالتفاصيل بحالاش كنحيد الزغب في الدار وشنو كندير
من موراه منين كنحيد الزب. المهم البنات تهلاو فراسكم وبسلامة، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامة.